الى القائمه ان شاء الله، لانه غير كان عندي عده مشاريع ما تعملتش، لانه ما تنساوش انا داك السيد في دوله اخرى وانا هنا، وثانيا انا غير مستعده الان باش انه نخدم عمل كبير ونعملوه بارتجال، مازال قائم ان شاء الله. وبالنسبه للاعتزال شكون تسولوني بزاف هكا وبغيتو شي بحال. الاعتزال وارد دائما تقول بالاخص ديك السيدان، الاعتزال غادي يكون اكيد لانه غادي واحد الوقت واحد السن معين واحد العمر معين واحد يمكن حتى الانتاج غادي يقل يمكن. فانا كل ما كنشوف جمهوري بالاخص كنشوفه في الصيف بزاف، كل ما كنشوف الجمهور تزيد تعطيني عاوتاني حماس اخر باش نرجع، هذا هو اللي كاين من عند الله سبحانه وتعالى. انا غادي يكون الاعتزال فاكيد ما غاديش نشاور راسي. كيفاش تفكري في المرحله المقبله؟ الله سبحانه وتعالى. ديري الانتاج مثلا؟ لا 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 لا، انا اذا كان اعتزال غادي يكون اعتزال على الفن النهائي. متفرجه.